طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم نريد نتحدث عن الفساد في المنافذ الحدودية التي باتت تحت سيطرة الأحزاب والميليشيات منذ العام 2003 ولغاية الآن، والتي تمثل طبعا موردا ماليا مهما كبيرا جدا. هذه الأموال اليوم تذهب إلى جيوب الأحزاب والميليشيات في العراق. يعني إذا أخذنا بعض التصريحات والتقارير، في تصريح قبل أيام عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد بأن العراق يفقد 10 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في المنافذ الحدودية. يعني هذه 10 مليارات ميزانيات دول وليس دولة واحدة، أكو دول ميزانياتها 5-6 بس من المنافذ يخسر العراق 10 مليارات، هذا المعلن طبعا. ها كوجر كشف بأن التقديرات التخمينية تشير إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية العراقية تصل إلى 16 مليار دولار سنويا، لكن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات، وأوضح بأن الأموال المفقودة تذهب إلى جيوب المسؤولين الفاسدين، وهذا يشكل خطرا كما وصفه على الدولة التي تعيش حاليا أزمة مالية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط. طبعا هناك تقرير لوكالة يقين حول المنافذ الحدودية جاء فيه بأن العراق يستهلك بضائع ومواد غذائية كما هو معروف أجنبية تصل نسبتها إلى قرابة 95% من مجموع الاستهلاك المحلي بحسب ما نشرته وزارة التخطيط على موقعها الرسمي، إلا أن عائلات الدولة من الجمارك والمنافذ الحدودية تظل دون المستوى المطلوب. نقلت عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي الذي أكد بدوره أن ما تحققه البلاد من عائدات مالية من المنافذ الحدودية لا يتعدى 25% مما يفترض تحقيقه. عز الأمر إلى الفساد وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية، ما يتسبب بهدر مليارات الدولارات سنويا. ويكشف العقابي في حديثه لوكالة يقين بأنه وفي دراسة ميدانية للإيرادات الواجب تحقيقها من الاستيراد من جميع المنافذ الحدودية، فإن إيراداتها تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، غير أن العائد الفعلي الذي يذهب إلى خزينة الدولة يصل في أفضل الأحوال قال 2.5 مليار. التصريحات الأخيرة طبعا هذا في 2018، آخر تصريح للمسؤولين الحكوميين ما يدخل لخزينة الدولة من المنافذ الحدودية 1 مليار فقط، يعني هناك هدر بنحو 9 مليارات دولار. طبعا الهدر يروح إلى جيوب الفاسدين والمتنفذين من الأحزاب ومن الميليشيات. يشير العقابي إلى أن هناك معابر غير رسمية تربط العراق بإيران وتقع في محافظات الوسط والجنوب، وهذه المعابر لا تخضع لسلطة المنافذ الحدودية ولا تعلم الهيئة ما يدخل من خلالها بحسب العقابي. طبعا البصرة تعد من أكثر المحافظات اللي تدخل عبرها البضائع والمواد المستوردة بسبب ضمها للموانئ العراقية التي تعد الواجهة البحرية الوحيدة للعراق، لكن في الوقت ذاته تعد البصرة من أكثر المحافظات التي تشهد تلاعبا في منافذها الحدودية، حيث تؤكد مصادر حكومية في البصرة بأن المنافذ الحدودية في البصرة البرية والبحرية والجوية وعددها 8 تعاني من تحكم الأحزاب والجماعات المسلحة بها، ما يتسبب بسوء الإدارة فيها وتفشي الخسارة. الخسارة الضمنية لعمل هيئة المنافذ الحدودية والمتأتية من غش البضائع والمخدرات والإتجار بالبشر تقدر بنحو 5 مليارات دولار. هذا التقدير لتقرير وكالة يقين للعام الماضي. اليوم احنا نتحدث عن 9 مليارات. أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. العفو، أحب أصحح معلومة وهي مو من عندي. تفضل. من 2 خبراء بالاقتصاد. نعم. الأول هو عادل عبد المهدي اللي هو دكتوراه بالاقتصاد. وماجد التنيني أيضا دكتوراه بالاقتصاد. نعم. المنافذ الحدودية يا أستاذ مو 10 إلى 16 مليار بالسنة دولار. نعم.
100 الى 120 مليار دولار بالسنه، يعني اكثر من واردات النفط. والدليل قبل كم شهر لما ثوار البصره سدوا ميناء قصر خلال اربع ايام او خمس ايام، تصريح عادل عبد المهدي وهو دكتوراه بالاقتصاد نعم ورئيس وزراء، قال بهاي الايام القليله احنا خسرنا 7 مليار دولار صح في منفذ واحد، فتتصور 50 منفذ موجوده. نعم ايش قد يحشون وين تروح؟ وبعدين مصادر يعني الدر المالي الاخرى اللي هي 31 مورد مالي، 30 مورد مالي ما يدخلوها كل سنه ضمن الموازنه من 2003 الى الان باستثناء النفط بس، يعني ياخذون فقط عن النفط. نعم ويركضون على المقاريد الموظفين الحفاي اللي قاعدين ايجار وقاعدين تجاوز وقاعدين عشوائيات، ها؟ ويطيحوا لهم دق قص 3.8 بالعشرة وقص ما ادري شنو، وهذا يجيك يقول لك هذا ما ادري شو اسمه علامه هسه وزير الماليه يقول لي احنا لازم نقطع بين 10 الى 15% زين مع المخصصات ولا يجوز اقتراض الخارجي. طيب ما انت عندك ما بين هاي ال 31 مورد مالي سنويا يعني مع النفط تصل ميزانية العراق إلى 300 إلى 350 مليار دولار، وهذا كلام خبراء مو كلامي. نعم أنت تركضون عن موظف الفقير البسيط بدل ما تنعشوه بدل ما ترفهوه. من أسقاط النظام السابق في 9/4/2003 لحد الآن قطعة أرض سكنية واحدة ما وزعوا بكل العراق، لأن هذول الجواع هذول اللي جونا من الخارج ذولا حفالات ما يسمونه بالعراقيين اللي كانوا بالخارج واللي باعوا الوطن هناك، اجوا ما خلوا حتى الساحه العامه والحديقه العامه سرقوها وحرموا المواطن العراقي من عندها. نعم ابو زينب يجي يعطيك ارض زراعيه نعم بخمس ست اضعاف، وهذا نعم. اللي حدث قبل كم يوم مع نقابه الصحفيين العراقيين فرع النجف بعد صبر 13 سنه يطوهم بالكوفة في منطقة زراعية قطعة الأرض مدفع 500,000 دينار وهم حاسبيها عليهم 2,600,000. نعم كتر شرفك أي حكومة وأي عدل ناس لصوص عصابات هذولا. أبو زينب يعني طبعا إحنا الشعب نعم أبو زينب إحنا من تكلمنا نقلنا إذا تسمح لي أبو زينب نقلنا أرقام لمصادر حكومية وقلنا أنه الأرقام أكثر مثل ما انت تفضلت. نعم. زين ابو زينب معقوله نعم. يطلعون مسؤولين وحكومه ومدراء منافذ ويقول لك والله احنا ما نسيطر على المنافذ، المنافذ بايد الاحزاب وبايد الميليشيات، ويطلع لك واحد مسؤول حكومي يقول لك احنا واردات المنافذ 10 مليار ما يدخل للدوله، اللي هو وزير الماليه قبل ايام قال مليار واحد فقط. دولتي ايش هاي؟ زين هم هذول إذا يقول إحنا كحكومة ما نقدر نسيطر على المنافذ لأنه بيد الميليشيات. نعم. خد تطلع الميليشيات وخد تطلع إيران اللي ضربت الحدود هاي صار يومين ثلاثة ضربوهم. وخد يروحون على تركيا اللي احتلت شمال العراق. ها؟ نعم. دولتي إيش؟ حكومتي إيش؟ جيشي إيش؟ إيش عندنا إحنا؟ على دولتي اللي يقول قدرة أبويا على أمي، قدرتهم بس على الشعب المسكين. طايحين بيدك قصف وذبح ويعني أسلحة ما تستخدم حتى ضد إسرائيل جاي يستخدموها، وخاصة ما يسمى بالحكم الشيعي جاي يستخدموها ضد الشيعة بالمحافظات الشيعية. نعم. يعني بعد ما كنت لقت هاي الشغلة ما الشيعي وسني وكردي وعربي ومسلم ومسيحي وكذا. نعم الشعب كله متضرر. الهوية وطنية هوية عراقية. نعم يعني تلقى ابن الانبار مع ابن النجف مع ابن البصره مع الكردي مع التركماني مع المسيحي الكل في ساحه التحرير وحتى في المحافظات. نعم. يأذروهم لان صارت القضيه مثل ما يقول وصلت للنخاع الاحمر، وصلت الى جلب الكرامه الانسانيه. يعني شنو هذول الترهات؟ واحد كان ما يسوى له نص فلس الآن يمتلك لها 30-40 مليار دولار، منين جبتها؟ نعم هذا السؤال من أين لك هذا؟ ليش ما يطرح؟
يا ولي يجيك مسؤول يقول سأطرح ملف مادة الفساد وسأطرح المفسدين. هو تلقاه أولا أول المفسدين وأكبر المفسدين وشيخ المفسدين. نعم أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. معنا اتصال أم علي من البصرة، تفضل يا أم علي. أم علي تسمعيني؟ الله يسعدك يمه. هلا عيني أهلا بك. أي عيوني. تفضل يا عيني. يمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيوني. بدي أقول لك يمه يحفظك الحشين، بس عيني على حالنا، تعبنا ترمدي ونبين. نعم. صدق صار ثلاث أيام إحنا غاز بالبيت ما عندنا وأكل ما ماكلين، ما عندنا مبلغ. راس كبير قطعوه. نعم راتب الرعايه مالتك قطعه؟ اي مالتي والله يا وسعتك يما وحق محمد. نعم. بالقران وحق كل حرف بالقران. نعم. صار لي ثلاث اشهر من الشهر الثاني لسه واني مريض شلوله ونايمه بالفراش كل ساعه اموت للموته. نعم ليش؟ نعم ليش هيجي؟ نعم دولتي هاي الدوله هاي من راجعتي الدائره شو يقولوا لك ام علي؟ انا راجعت بالدارة اخذ تكشيات والله الداين اروح اخذ تكشيات القاها محدد من ورا كاروني. نعم اي والله يعني القطع نهائي الباب. قطع راتبك بالرعايه ما اعرف والله لحد الان ما تعرفين؟ ما اعرف لحد الان ما اعرف. اي والله اروح اخذ بصمه عند المكاتب يقول مرفوض. نعم اي الله يعينك. هي شنو السبب مالي؟ وانا ما انا الحاجه محتاجتها بشكل والله وبالله. يعني ولدنا كان هو مع صدام عندي انا اخوي انفقد بحرب ايران لحد الان ما ادري انفقد اخوي. نعم. الله يعينك. زين احد من ولديك يراجع الدائره؟ ما عندك احد من الولد من البنات يقدر يروح للدائره يتاكد؟ والله ودوني قلت لك يما روح ناخذ تكشي ونروح ونتعنى نلقى مقفول الباب نحكي ويا الباب. مقفول الباب. نعم نعم نعم. اي ماكو دوام. اي وظلينا حايرين وما حايره هسه والله جايين من العالم واروح للطبيب والله شاهد على هسه تدري شنو صار بي؟ فوق هذا الشلل صار بي ابو طوال صاعد الكبد. لا بالله الله يعينك. اي والله اي والله ان شاء الله ما عاد شلل العافيه وبلكي الله ترجع تفتح الدائره وتتاكدين شنو السبب. يعني ممكن انه السبب تقني او مثلا بسبب ازمه كورونا. الله يعينك ام علي من البصره. علي من اربيل تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ؟ يا هلا بيك اهلا وسهلا بيك. الو يا عيني اسمعك تفضل. بس نصلي التلفزيون عيني علي. ماشي اخوي. السلام الأفضل. عليكم. شلونك استاذ؟ يا اهلا وسهلا بيك. تفضل. عمي يا حدود هي بقت حدود بقت ميناء بقت صخام. نعم. هي الحكومة الميليشيات كلها مسيطرة عليها. نعم. هسه احنا داخل اربيل صار لنا شهرين عسكريين في اشمرقة صار لنا شهرين ما شايفين راتب الحدايا الدقيقة الجوع كتلنا. نعم. يعني هو معاقب الجيش وعايف للبرلمان ما برلمان كله داخل بغداد داخل الخضراء يستلمنا 70 80 مليون واحنا الجوع كتلنا. نعم. يعني شنو يعني ماكو فلوس بالاقليم باقليم كردستان العراق؟ اكو ليش ما في؟ ليش ما يوزعون؟ كردستان تعيش كردستان فقط تعيش العراق الف مره بس ما ينطي يريد من بغداد فلوس وبغداد معانده عمود المنافذ الحدود عمود المنافذ الحدوديه ما يريد يطون وانتم اللي واقعين بيها واحنا العسكري واقع بيها هو والبرلمان يمه السليمانيه واربيل مو كلها برلمان كلها تاخذ رواتب من بغداد هذا يعني ليش يستلم راتب وليش العسكري ما تعطيه راتب؟ مصيبه والله هاي العالم كاتلها الجوع متزوجه عندها جيل عندها فخام عزب عينها. نعم حايرين اللي بس بالبوق شلون حكومه ما شاء الله نرجعنا الكاظمي تلقاه اضرب من ذولاك الباقي هذا
عادل عبد المهدي وغيره. الله كورونا يا كورونا يا نعم. جايبين لنا بهاي كلاوات مرض كورونا، مرض كورونا طب للمستشفى يبي 11 مليون يقول له بكورونا وكل شيء ماضي. نعم. اما الجوع كتلنا الله وكيلك بالشمال بربي للجوع كتلنا، احنا عسكريين خاصه الجوع كتلنا. نعم. كم شهر صار لكم ما مستلمين علي؟ علي؟ انقطع الاتصال مع علي من اربيل. رساله يقول سائرون تعتصم ضد الفساد، بدر تعتصم ضد الفساد، الحكمه معتصمه ضد الفساد، دوله القانون تعتصم ضد الفساد، الدعوه ضد الفساد، زين ياهو اللي يسرق المواطن. والله صحيح. نعم طبعا التقرير تقرير وكالة يقين يعني نقلا عن مدير المنافذ الحدودية العقابي يعني أضاف في حديثة لوكالة يقين بأن أكثر من 65% من واردات تلك المنافذ تذهب لجوب الفاسدين، على الرغم من أنها تقدر بالمليارات وكان يمكن لها أن تقلل العجز في الموازنات العامة الاتحادية فضلا عن إسهامها في إعمار البصرة. هناك هدر وفساد وجماعات متنفذة يعني شهدت السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي في عام 2003 دخول مختلف أنواع البضائع الفاسدة والمخدرات والسلاح للبلاد عبر المنافذ الحدودية التي تتخللها عمليات فساد وبيع للذمم بصورة فاقت جميع التوقعات. طبعا في السياق النائب رائد فهمي أكد صعوبة تنفيذ سياسة الحكومة العام الماضي التي تبنت في برنامجها الحكومي محاربة الفساد وأسست مجلسا خاصا يعنى به هذا المجلس من زمن حيدر العبادي وبعدين جاء عادل عبد المهدي وما شفنا منه شيء. لفت إلى أنه لا سبيل لحماية المنتج المحلي ومكافحة المخدرات والتجار بالبشر ما تتم السيطرة المطلقة على المنافذ الحدودية بما فيها منافذ شمال البلاد في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. وكشف فهمي عن أن المنافذ الحدودية في مختلف المحافظات العراقية باتت مرتعا كبيرا للفساد وبابا لتمويل جهات مختلفة وجماعات مسلحة. انتقد قرار مجلس الوزراء رقم 347 واللي يقضي بإمكانية إحالة المنافذ الحدودية إلى الاستثمار عادا ذلك خرقا للسيادة، والذي بموجبه تستلم شركات استثمارية ملف المنافذ الحدودية وتتحكم بما يدخل إلى البلاد. ما يحتاج، هم جماعة مستثمرين ولازميها. نعم معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك يا رب قناتك إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يحفظ الشباب العراق المتظاهرين العراق، والله يحفظ آمين. الله يحفظ شهداء العراق والله يساعد شباب العراق المتظاهرين ضد هذا الحكومة الفاسدة، الحكومة الفاسدة يقول يعني كل منافذ الحدودية مفتوحة، زين اليوم إيران تخصف، تركيا تخصف، وين سياسة العراق يا سياسيين يا جهالة؟ نعم. اليوم قتل أطفال العراق، اليوم حروب يعني صار التهديدات تقريبا بالعشر آلاف تهديد من أبناء الإكران إخواننا، وإحنا ما صبر أختنا وكل شيعي، وين هذول السياسيين قاعدين؟ تركيا تخصمكم، إيران تخصمكم، وأنتم نعم. مبتدئين بالبوت بالحرام، من الله يغضب عليكم إن شاء الله، ما تخافون من رب العالمين، من رب العالمين يحسبكم يوم اليوم يوم القيامة. ولو لا تعترفون بالقيامة ولا تعترفون برب العالمين. شوف العراق من 2003 350 طيار إيرانيين ودوهم ذبحوهم، وين دكاترنا؟ وين علمانا؟ وين حقوقينا؟ هذول الناس مصيبة. نسأل الله العفو والعافية. والله كفر إني عمر أحسن من عندهم، والله كفر إني عمر أحسن من عندهم. ممنون عنكم. شكرا أبو زكريا من كركوك كان معنا. أم نجم من صلاح الدين، تفضلي أم نجم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا أنا عندي ابني مسجون صار له منه على 2003
نعم. ولا حد ما ينطون عنا خبر، خلي يسوون حال يفتحون المواجهات يشوفونا يعني وما يخافون من الله ما يخلينا نشوف اخوان ولدنا. ابنش مسجون من يا سنه؟ من 2003 هو 2003 بس على كيفك. صار له 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. اي والله. نعم اي تمام. شنو التهمه مالته؟ يفتح والله لا عنده تهمه والله يتخذ جو علي بليل وخذوه. قلت لهم قال ان شاء الله اردك اياه وما ردك. تمام. القاضي ايش حكم القاضي؟ ايش حكم القاضي؟ ها؟ القاضي ايش حكم؟ ما عنده اي شيء. ما عنده مال القاضي. ها ما انحكم يعني؟ اي تمام. وخذ مسجون طبعا يعني لا يسوون مواجهات ترى. وين مسجون؟ ولا مسجون والله بالمطار مال بغداد. شفتي قبل أزمة كورونا لو ما شفتي؟ لا والله ما شفته بس جاني خبر منه وجابوا كورونا. نعم. وبعد ما خلونا نروح نواجه خلي مصطفى الكاظم يسوي لنا حال. هو راح يطلع على المظاهرين وخلى ولد الخايبات هنا هنا صار لنا 40 و50. وين الاسلام يا اخويا وين الاسلام؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. نعم ونعم بالله. أنا أشكرك أم نجم من صلاح الدين. أبو علي من النجف تفضل. أبو علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. طبعا نحييكم ونحيي قناة المجاهدة الشريفة. يا أهلا بك. الله يسلمك ويخليك. الله يخليك أخي العزيز. بالنسبة للسياسيين دمروا العراق كم شو من 2003 ولحدنا نخبطون لا بيوم بس مصالحهم وغنائهم مفصلهم رواتب تفصال اليوم. نعم. والفقير واقع بيه والله العظيم يعني دمروا المحافظات الجنوبيه والوسط والغربيه يعني ذول السياسيين لا يمثلون لا يمثلون كل الطوائف يمثلون بس نفسهم. شغلوا خارج العراق مرتاحين وجوا هنا نهبوا العراق نهيبه ما خلوا بيه. احنا نسال الله العلي القدير الله يكون يسلط عليهم هذا المرء الوباء يكون عليهم. نعم. لان دمروا العراق وما عرفوا شلون اشتغلوا. يعني موازنة العراق كلها لهم. الشعب العراقي ما مستفاد بيها. هسه عندك الكهرباء من 2003 مليارات الدولارات صرفوا عليها والله العظيم يقطعوا لك كل 4 ساعات يطولها ساعة واحدة. وهسه عندهم شغلة ثانية يصرفون يابو المولدة. نطفش يابو المولدة شو يسوي؟ هم يقطع ابو المولدة اللي مبيع 25,000. يعني ومن دائرة كورونا من حضرة التجوال يعني يقول العراق انتحر بهاي الصورة لو مواد غذائية. نعم. والشعب قاطع الجوع مخلينا الله وكيله. يعني تشوف حال الضيم حاله. أنا قدمت على هاي مال المنحة بس الواسطات ما شلون ماله ما وصلوني ما ذكروا اسمه أصلا. جتني رسالة قالوا راح تستلم وما استلمت بسبب غنية الشركة. والله العظيم قدمت على مال الرعاية تقريبا 5 مرات وبس اللي عنده عرف عنده واسطة يمشونه. واحنا يا اخي العزيز نسال الله العلي القدير الله يكون هذا الوباء يكون يصير عليهم. امين. وكفينا شر ان شاء الله لان دمروا العراق ذولا يا اخي العزيز والله دمروا دمار من 2003 يعني ولحد الان هم ما اشتغلوا صحيح الى العراق. نعم. الوزير يجيب ابنه وابن خاصه ومسيبه وابن عمه وشوف الشعب قاطع الجوع. ودمروا العراق. نعم. باسم الدين وباسم السياسه ويا غافلكم الله كل شيء ما عرفنا من عندهم. نعم. انا اشكرك ابو علي نسال الله ان يرفع هذه الغمه عن العراق يا رب. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود لكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا محافظة البصرة تعد من أكثر المحافظات التي تدخل عبرها البضائع والمواد المستوردة بسبب ضمها للموانئ العراقية. وزارة التخطيط أكدت في تقرير سابق لها من خلال الجهاز المركزي للإحصاء على أن العراق يستورد سنويا بضائع مختلفة غذائية وإنشائية وكهربائية وكمالية وسيارات ومعدات وغيرها، حيث بلغت قيمة الاستيرادات ما مجموعة 56 مليار دولار في عام 2017. يعني ما شاء الله ميزانية البلد أكثر من نصها رايحة لشراء البضائع. طبعا تركيا وإيران والصين تحتل المراتب الأولى على التوالي من حيث حجم التصدير إلى العراق. معنا اتصال أم مريم من الفلوجة. تفضل يا أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك يا هلا بيك استاذ عمر. نعم. بالنسبه للسجناء، نعم، على مود السجناء، يعني هم ينطون عفو عام، يعني شفنا العالم موتت بالسجون، يعني ما ينطون عفو عام، يعني نعم. لا منطينين حتى الشعب موتين يجوع، لا حتى الشعب يعني مملهم كارون، يعني يسدون الطرق علينا يقولون حاضر في جوال ليش حال، بس هاي السجناء يوميه المطار المثنى اسمه الرصاصه التاجي الناصرية، يعني واي عدد تروح من السجناء، السجناء في حالة هذا حتى علاج لا يطبونهم، فلوس نوديهم ما يصلونهم، يعني حتى الفلوس ما تصلهم. احنا نطالب الحلبوسي ونطالب كاظم بالعفو العام. نعم. نطالب بالعفو العام. ايه هم ابرياء، يعني حتى لو نعيد لهم المحاكم الحلبوسي. نعم. الله يفرج عنك. العفو العام، شوف يعني ترى كلها ابرياء، يعني هم لا ينتبهون للسجين، لا ينتبهون للعالم، هاي كلها يعني منتبهين على اساس على كورونا، ما منتبهين، يعني حالهم يشدون الطرق، يعني حتى العالم قامت ما تحترمهم، يعني ما تحترم لا السياده ولا كل شيء. احنا نطالب بالعفو العام من قناتكم هاي. وشكرا استاذ. نعم. الله كريم. أم مريم من الفلوجة. أبو عمر من الفلوجة كذلك. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك عمر. السلام عليكم. حياك الله يا أهلا بك. تحيات لقناتكم قناة الرافدين قناة العز. حياك الله يا أهلا بك. كادرها المحترمين أخويا سيد عمر، أنا بس أريد أكد على 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 مفقودية استقلالية. نعم. يعني مناشدة من أهل الفلوجة من الناس الشرفاء لا كل شريف من الطبقة السياسية غيرها، ويقدر أن يقدم عون لهؤلاء المفقودين، وأنت دائما أنت أكثر وأنتوا أكثر قناة الرافدين معرفتكم لهؤلاء. نعم. يعني نساء ظلت وحدها، نساء باقية وحدها بس أطفال. نعم. والله الله الله فوق الجميع، واللي يريده من عندكم ناشدون الناس عن طريق قناتكم هاي، قناة العز وقناة الكرامة. نعم. إي والله. الله يعينكم. الله يعينكم. الله يعينكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين أبو عمر، نواب المحافظة ما التقيتوا بهم؟ ما وعدوكم بشيء؟ والله شلتقى، والله كلها مصالح وكلها كل من يدور يحط بجيبه، والله أنت تعرفون أكثر من عدنا، وإحنا نريد ندخل بتفاصيل والبيت. نعم نعم. يصير قال وقلت، وإحنا نريد من الله ثم من الناس الطيبين وهالقنوات الفضائية المحايدة الطيبة أن تقدم العون لهؤلاء الناس الخيرين، وجزاكم الله ألف خير. جزاك الله يحفظك الله ويسلمك. شكرا جزيلا. شكرا أخير. أبو عمر حياك الله. محمد من الحلة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أتمنى من حضركم صوتي ما تقطعه. تفضل. وش حكي مشر بعرف أنتوا إيش وقت صارت عندكم غيرة وقمت تنشرون على الثوار العراقيين دول الجوكريات ببغداد؟ شلون بالله عيد؟ إيش وقت صارت غيرة عندكم وقمت تنشرون تدعون للإعلام؟ ليش الغيرة؟ الغيرة هي الغيرة بس إلك؟ الغيرة بس إلك يعني؟ محصورة بيك؟ ما أكمل وياك، لا ما أكمل، يا ظاهر أنت ما عندك خلق الحوار وأدب الحوار، روح تربى وبعدين تعال احكي ويانا، تمام؟ افتهمت؟ خاف التذية الإيراني احكي لك اياها هيك طق بطق، لا تجي لا تتصل بهاي القناة، شوف لك قنوات مال الذيول الإيرانيين اتصل عليهم، على أساس الغيرة هي بس براسك.
نعم. طبعا تقرير آخر لصحيفة العربي الجديد العام الماضي تحدث عن المنافذ الحدودية، جاء فيه وكشف مسؤول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن الفساد على الحدود يعرض العراق سنويا لخسارة نحو 6 مليارات دولار. شرح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه بعض الطرق المعتمدة في تمرير البضائع بالاعتماد على أساليب غير قانونية، قائلا بضائع كثيرة خاضعة للضريبة العالية يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلع معفاة من الضريبة أو بأرقام غير حقيقية، في حين نجد بأن الإيرادات التي يحصل عليها ممثلو الأحزاب في منفذ حدودي توزع عليهم ثم تعود الأموال إلى الهيئات الاقتصادية للأحزاب ذاتها. لفت المسؤول بأن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية العراقية لا تتم إلا ببناء منظومة رقابية جديدة في المحافظات التي تتضمن المنافذ، بالإضافة إلى اعتماد طريقة الحكومة الإلكترونية من أجل منع احتكاك الموظفين بالتاجر. للعراق طبعا 22 منفذ بري وبحري مع جيران الستة المحيطين فيه، إلا أن المنافذ العاملة حاليا طبعا اللي تعمل تحت علم الدولة هي 7 فقط، يعني يقال أنه 22 7 تشتغل والباقيات ما تشتغل بسبب ظروف أمنية وعدم وجود اتفاقيات سياسية، ولكن أغلب المنافذ تسيطر عليها من قبل الميليشيات إن كانت الفعلية اللي تحت إشراف الحكومة أو اللي مو تحت إشراف الحكومة. أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي العزيز، هي إحنا نريد عندي حكاية أحكيها صارت من دور قديم. نعم. الحكاية بسيطرة إبراهيم الخليل. نعم. هاي أنت كلمها عن المواقف البطولية والناس الشجعان. نعم. أجلك الله كلب بالربيع العراقية. عبر على الدورية الأتراك، أتراك 4 دورية افتر عبر عليهم الكلب ضربوه وقتلوه. ف جاء أمر سيطرة، وين الكلب؟ قالوا والله اقتلوه الدورية التركية. قال أنا أخوك أختي والله العظيم اللي ذبح. مشى على العارضة ونزلها سد أقلق الحد، هذا بزمان أنا ذاك أقلق الحد، هذا الحد من يقلقه؟ ما حد يقدر يقلق هذا الحد إلا بأمر ديوار رئاسة وكذا من هالسوالف. فوصلت ارتفعت وصلت للقيادة العامة، أمر سيطرة ما قال باطل، شال بندقية طلعوا نهاية الدورية التركية راجعة، ضربهم الأربعة وشتلهم. نعم. جاء اتصال قالوا رئيس الجمهورية يريدك. اتفضل. نعم سيدي النقيب كذا فلان ابن فلان كذا، قدم نفسه. قال له ابني تعرف الحد بأمر منه يقلق بأمر من يفتح؟ قال نعم سيدي. كل شيء جاي أمرك باطل، بس والله سيدي زعلت. قال له ليش زعلت؟ قال والله سيدي القصة كذا وكذا وكذا وكذا، ضربوا الكلب وقتلوا واني قتلت الأربعة. قال لي نعم عافية ابني، اي عافية، كلبنا بأربع زلم. نعم يا أخي العزيز، اليوم 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 تقتل المئات، مخمور وجبل سنجار ومدري وين، تركيا تضرب وهذاك يضرب، وين هاي الحكومات وينها؟ نعم كل من شايل قونيته ومستعجل يريد يملاها قبل خويه فلوس. الجماعة الشعب ميت من الجوع. الجماعة قادرين على المواطن العراقي، يعيروه والله، بس يعيروه على أساس الشعب هو جيش وشرطة وكل شيء، بس هم لا قاعدين يعيرون المواطن. تخيل هاي مثل ما تتفضل تركيا تضرب، إيران داخلة بالعمق وهم تقصف بين فترة وفترة، من يقدر يحكي؟ من يقدر يسولف؟ دولتي إيش؟ ماكو دولة ولا أريد سيادة. أريد أريد رجل يطلع في هيش موقف يكون حاسم بالأمر. إحنا كنا وياه، دخل واحد يطلع يقول أنا خفلانة، والله كنا وياه كنا مقصرين. بس يا أخي العزيز، اليوم المواطن داح بالشارع يشحد
يشحذ اطلعوا خليه يطلعوا الشوارع شوفوا الناس تشحذ ايش قد نسبة الفقر ايش قد وصلت الى العدد ايش قد النازحين ماتت واللي ببيوتها قاعده تاكل ناس ما يروح على المخيم يقول لك انا ما بروح على المخيم راح داح داح يجون عليه كم ولد عندك ليش عندك هالولد ايش كثر انت عندك بس هاي المواقف هذه يسولفونها ليش ما يصدون على المواطن شويه يابا يا مواطن تعديل البطاقه التموينيه الاعتقالات والله هم جايين لدمار المواطن الناس المغيبين هذه اليوم الاف تحكم ناس بالاعدام تحكم ناس بالاعدام على تهمه باطله يطلب بحر فلوس تهمه باطله يروح يقول هذا حكى علي زمان كذا وكذا يروح يحكم اعدام علشان طالب بحقه نعم يا اخي يا اخي يريد واحد يصد على الشعب يقول يا شعب انا اليوم كافي بوق كافي بوق هاي نسبه البوق اللي بقول خلي يوزعونها على المواطنين زمان المواطن يكون مرتاح نعم جزاك الله خير جزاك انا اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا طبعا يؤكد مسؤولون وبرلمانيون بأن جميع الأحزاب والميليشيات تتدخل في شؤون المنافذ الحدودية لكن كل حزب وفصيل مسلح له دور ومهام يختلفان عن البقية فأحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط في الخارج وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران والنشاطات تتعلق بالحصول على أتاوات من تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائية وطرق توزيعها في المحافظات الجنوبية بحسب مراقبين لا يختلف الأمر كثير عن المنافذ الحدودية الشمالية بحسب تقرير صحيفة العربية الجديد في إقليم كردستان العراق حيث تتقاسم السيطرة عليها ميليشيات مسلحة تابعة للحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لكاش تصريح إلى محمد لكاش عضو تيار الحكمة طبعا احنا دائما نأكد الجماعة بس نحصل منهم تصريحات يعني قال بأن العراقيين يعرفون عشرات المنافذ العاملة حاليا دون تخوير رسمي من الحكومة وهو ما يسمونه القشاق أضاف بأن إقليم كردستان لوحده يمتلك حاليا 13 منفذ حدودي ويصدر ويستورد من خلاله البضائع إلا أن المنافذ الرسمية التي تعمل بعلم الحكومة في بغداد هي 3 فقط عم تسيطروا على المنافذ اللي تابعة لكم في البصرة وغير البصرة وبعدين انتقلوا إلى إقليم كردستان العراق حتى من تجي تفرض أنت هيبتك كدولة وكقانون وكسيادة يقول لك عمي والله الجماعة هم مسيطرين تفرض هيبتك على كل منافذ العراق أنت مو البصرة وغير البصرة بإيد الميليشيات ما تقدر تصرح بها ويطلع لك وزير المالية يقول لك والله 9 رايحات ومليار يلا يفوتن لخزينة الدولة نعم اليوم اللي صار من الحديث هو اللجنة المالية النيابية كشفت عن سرقة 190 مليار دينار عراقي شهريا من أحد المنافذ هذا منفذ واحد من أحد المنافذ البرية يتم تقاسمها بين المحافظين وبعض الجهات الحزبية فيما يتم تسليم الحكومة 9 مليارات دينار عراقي فقط هاي احنا نحكي على منفذ واحد ها عضو اللجنة النائب حنين القدو قال بأن الإيرادات التي تسجل بشكل رسمي للمنافذ الحدودية غير حقيقية ويتم سرقتها دون أي محاسبة وأشار إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية قادرة على تغطية كما قال مشروع قانون الموازنة دون الاحتياج إلى النفط الذي أصبح اقتصاد العراق أسير له عضو لجنة النزاهة النيابية رحيم الشمري قال بأن المنافذ الحدودية هي خارج سيطرة الدولة تماما كما أن الفساد الإداري والمالي يهيمن عليها وأشار إلى أن استقطاع الحكومة من رواتب المتقاعدين والموظفين يعد غبنا لهذه الطبقة معنا اتصال أم يعقوب من الموصل تفضلي أم يعقوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك يا أخوي احنا نازحين والله ونعرف هذه شغلة المخيم هاي بس أريد أول شيء نطالب بالمنحة المنحة وين صارت نعم اي والله الكورة والآسيا والزين كل نريد يعني يدفعونا إياهن نعم بس نصل التلفزيون عيني أم يعقوب أم يعقوب والله يا أبو احنا شغلة الخط الآسيا
ما قعد يجينا ما قعد يجينا. نعم. انتوا هسه بالمخيم ام يعقوب؟ ام يعقوب تسمعيني؟ انقطع الاتصال مع ام يعقوب. طبعا افادت اليوم انباء صحفيه عن اقتحام ميليشيا السرايا مقر الشركه العامه لموانئ العراق، وعادت مرشحها فرحان محسن مديرا عاما للموانئ، وكان محافظ البصره اسعد العيداني قد وجه بالغاء امر اعفاء مدير الشركه العامه لموانئ العراق اثيل عبد علي سلمان واعادته الى منصبه لاداره ملف الموانئ. وياتي هذا بعد ان عينت وزاره النقل فرحان محسن مديرا جديدا لشركه موانئ العراق بعد اعفاء سلمان من منصبه، الامر الذي اثار ردت فعل من المسؤولين المحليين والبرلمانيين في البصرة، كون الأول ليس من أهالي المحافظة على حد قولهم. خلونا نقرأ رسالة واتساب. السلام عليكم، أنا يوم سجاد من بغداد، أناشد وزير التربية بخصوص الثالث، والله تعبنا، خلي رسونا على بر، يعني أولادنا عزيزين علينا. نعم، مساء الخير أستاذ عمر، هذا اللي اتصل هو من ذيول إيران، قناة الرافدين قناة عظيمة، مو هذول ذيول إيران. وشكرا فاتن من ألمانيا، شكرا لك فاتن. احنا دا نحكي على المنافذ الحدودية، هو ما دي يسولف، دي يسولف لي، نعم دي يسولف لي على الغيرة. ما أنا راجع نفسك أخي العزيز. منين عندنا اتصال؟ ابو علي من بغداد. ابو علي تفضل. الله يسعدك، اهلا وسهلا بك، يا هلا بك. قبل شوي ليش قطعت الاتصال من هذا الولد؟ خطيه اللي خابرك. خطيه؟ يعني تجي تحكي على العراق تخلوني، تجي تحكي على العراق تخلوه. شلون شلون بالله شلون؟ ابو علي هذا صديقك مبين محمد المحله وصاك حتى تخابر. لا مو صديق، لا عاد شلون يعني مثلا يجي يتهمنا، يعني يتهمنا ويغلط علينا ونقول له والله تفضل اهلا وسهلا؟ شو تريد يعني؟ لا ما يصير، انت الجوكريه دول شلون عاد؟ احنا ما نقبل. اخي العزيز، اخي العزيز، اخي العزيز، هاي حركاتكم نعرفها كل الزين. انتم الجماعه تشوشون على القناه على البرنامج، هاي نعرفها. اما سب وغلط يريد يدخل بكل احترام وادب ويناقشنا بشكل حضاري، اهلا وسهلا. لكن اول ما يبدي يسبنا ويشتمنا، لا طبعا ما نقبل. شلون ما نقبل احنا؟ انت شو تريد تقول؟ تفضل. انقطع الاتصال هم ابو علي. نعم الجماعه اليوم شادين حيلهم على راحتكم، شو يسوون يسووا، ايامكم ان شاء الله معدوده، ما بقى لكم شيء. هذا المفلس يعني بدل ما تروحوا تشوفون الوضع بالعراق وفيروس كورونا ايش اللي يسوي بالبلد، جاي انت تدافع لي على ايران ويعني عيشتك وفكرك كله سب وشتم. شنو انت من شنو حياتك انت داخلك شنو من؟ يعني ما اعرف هل هذا طبع انسان؟ والله ناس مرضى نفسيين، مرضى نفسيين. نعم اتصال ام عيسى من ديالة، تفضل يا ام عيسى. اي يابا من ديالة، والله يا بالي عندي راتب مال ارامل وعندي جهال. نعم. وقطعه والراتب مالتي خلاه ب 190 190 الجهال. نعم. قطعوهم وتعرف ال 190 شو يسوون؟ ام عيسى انا من دياله يابا. نعم. وعليكم السلام. عليكم. اسمعك عيني ام عيسى، انت عندك راتب بالرعايه الاجتماعيه؟ اي والله وقطعوه. تمام. صار له كم شهر من قطعوه؟ 190 ينطونك. تمام. والله صار هوايه، من صار ابني بالكليه قطعوه، هو صقار معوق من الله. نعم. وتعرف يا يابا ال 190 شو يسوون؟ من راجعتيهم شو يقولوا ليش؟ اروح يقولوا له هي بس راتب سنتك. شلون؟ بس راتب يقولوا له انت بحدك. ها هو الراتب قطعه على ابنك؟ كان 350 350 نعم قطعه. يظل بس 195، ال 195 اي من حط للمولد للطبيب، وانا هالخالتك ما اشوف ومفاصل وفقرات وضغط. نعم الله يعينك. شو يسوون يا وهذا بالكليه يريد هو ام معوق، كل ما اسوي له راتب يقولوا له ما يرهم له، هو ما تطلع له، كل ما اروح ما تطلع له.
وقال قدمت له على المنحة وهم ما طلعت له. نعم. وكل ما اروح ما يعني طلعوا للناس وانا ما جاي اطلع لك. لا حول ولا قوة الا بالله. 190 والله العظيم وانا هم ما اشوف ومفقرات ومفاصل وضغط. والله كل ما اقدر اروح للطبيب ما عندي اروح، الله شاهد علي. نعم. الله يعينك. والله والله خليص. الله يسلمك يا الله يسلمك ويحفظك. كنت عارفة العيشة صعبة يا وليدي. نعم. والله هي هالشي مال كورونا صارت لا طلعة ولا طبة. والناس ذا الخيرين الطيبين. نعم. الله يسلمك. الله كريم. خلي يسمع الحكومة، خلي يسمع مصطفى الكاظمي، والله يعني هاي أنت لو من جماعة رفحال لو من الأحزاب السياسية يقدرون، إذا عندك 10 رواتب ما حد يقدر يتحرش بالرواتب، بس يعني أنت إنسانة مسكينة ومواطنة عراقية راكدين وراش على هال كم فلس يعني حتى ما يسون، والله عيب عليكم، والله عيب عليكم. نعم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها عن الفساد في المنافذ الحدودية وكيف هي الميليشيات والأحزاب تسيطر على هذه المنافذ الحدودية منذ العام 2003 ولغاية الآن. نرجع ونأكد في الختام اللي يريد يتصل باحترام وبطريقة حضارية أهلا وسهلا، طائفي يسب ويغلط وتابع لإيران لا يتصل أحسن، لا يتصل، هذا المنبر للعراقيين للمظلومين للفقراء وليس للذيول وليس للأحزاب الحاكمة في العراق. خلي يروح عندهم ما شاء الله قنوات كثيرة، خلي يروح يسولفون بيها وخلص. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.